لا أصعب مما يمر به الفلسطينيون في قطاع غزة بعد تدمير منازلهم وإجبارهم على النزوح إلى ما تبقى من المدارس والبيوت. يحاولون هنا أن يستمروا في حياة لا حياة فيها، متشبثين بأرضهم، منتظرين عودتهم إلى بيوتهم المدمرة ولو بعد حين. أولادنا 10 تنفر، كل واحد في بلد، من قبل، من الشمال، من رفح للدير لخان يونس، كل أولادنا وبناتي في رفح، بناتي في جباليا في غزة، والمكان هذا احنا مرحلين، ما خلونا، طلعونا من دورنا ومن أملاكنا. يواجه الفلسطينيون ظروفهم الاستثنائية بمفردهم بعد إطباق الحصار عليهم ومنع المساعدات من الوصول إليهم في ظروف جوية قاسية ومعاناة لم يسبق لها مثيل. فإحنا عايشين كذلك زي ما أنت شايف، سقعة ومطر وبرد والحياة، أنت شايف كيف طلع، كيف طلع، كيف قاعدين، طلع كيف، حتى لا شبابيك ولا، وحاطين نايلون وموتين من السقعة، والأطفال طلع كيف، لا في أواعي لنا ولا في، طلع أطفالنا كيف، لا في أواعي ولا في فراش ولا في حاجة، حياتنا كلها هيتنا زي هيك، أنا والحج قاعدين هنا وقاعدين ومن متنا من السقعة وتبهدلنا من السقعة، 11 نفر احنا هنا وما حدش مدور علينا، لا في لا جهات قانونية ولا جهات مسؤولية ولا في واحد مقايلين وين أنتم، حتى المساعدات ما في مساعدات. الأطفال هنا كبروا باكراً أو قل لم يعيشوا شيئاً من طفولتهم بسبب الحروب التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين العزل بين الفينة والأخرى بهدف تهجيرهم من أرضهم. وهذا كله بسبب واحد صهيوني بعرفش رب العالمين. هاي واحد، هاي اثنين، افتقدت أهلي، افتقدت الأمان، افتقدت القعدة براحة بال، الجامعة، القعدة مع الأهل، افتقدنا كل إشي منحبه، صرنا مجرد أطفال بس نعيش حروب وملناش طفولة. تستمر قوات الاحتلال بحربها ضد المدنيين وتدمير بيوتهم بهدف تهجيرهم، ويستمر صمود الفلسطينيين ويزدادون إصراراً على تمسكهم بترابهم وتراب أجدادهم، وقد حار الكيان الصهيوني في عزيمتهم، فكأنها جينات يتوارثونها جيلاً بعد جيل.